حسين يا غريب. لاحظ المسألة أحبتي، فخديجة وحدها وتنظر إلى السماء، نزلنا منها نساء وحور عين وطشت من ذهب، إبريق فيه ماء الكوثر، قطعة من قماش الجنة في ولادة الزهراء سلام الله. فولدت الزهراء روحي فداها في تلك الليلة، فأشرق نورها من أسمائها الزهراء. ظلمة ظلمة كانت غطت الكون، الملائكة ضجت إلى الله، ما هذه الظلمة يا ربنا، لم نعدها من قبل. يقول فأخرج الله نور فاطمة فانقشع الظلام، كل الظلام راح، الملائكة كبروا وهللوا وسبحوا، قال تسبيحكم وتهليلكم لهذه السيدة الطاهرة لفاطمة الزهراء إلى يوم القيامة. يقول إن ابنتي فاطمة صديقة كبرى، أني لما عرجت إلى السماء أخذ بيدي جبرائيل أطعمني من ثمار الجنة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الليلة القادمة. بس هذه لاحظ مسألة كيف، وهبطت إلى الأرض فواقعت خديجة فحملت بفاطمة، فابنتي فاطمة حوراء أنسية. الرسول يقول صلى الله عليه وآله كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة، وإنها لتقف في محرابها تصلي فيقف خلفها 70,000 ملك يصلون بصلاتها. هذه فاطمة الآن روحي لها الفداء، نزلت من بطن أمها ملاءة من النور، أزهر الكون، دخل نورها في كل بيوتات العرب والمسلمين، وأخذناها. هذه كلثم أخت موسى يا خديجة، وهذه آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، وهذه مريم والمتكلمة سارة. سارة وحور عين أخذناها وصببنا عليها ماء الكوثر، ثم لفت بهذه القماشة من الجنة، وكل واحدة تأخذها من الحور ومن النساء اللواتي نزلنا من السماء على خديجة. فيأخذنا حبيبي المولود عندما يولد تستبشر بولادته صحيح، لكن أنت شايف مولود تستقبله بالدموع والبكاء؟ في أخبار أهل البيت 3 منهم في ولادتهم بكاء كان، وتعرفهم أنت، الإمام الحسين سلام الله عليه في ولادته بكاء، ضجت الأفنية بالبكاء، الملائكة تبكي، العالم، الرسول كلهم في يوم ولادته. الثانية في البكاء هكذا أقول بالتدرج، السيدة زينب سلام الله عليها في يوم مولدها رسول الله بكى، والزهراء وأمير المؤمنين وأهل البيت كلهم بكوا على زينب في يوم ولادته. الثالثة وهي الأولى في الحقيقة أمهم جميعا الصديقة فاطمة الزهراء. خديجة لما وقع بصرها على فاطمة فاضت عيناها بالدموع. بعدين النساء أخذناها، كل واحدة تأخذها وتعطي عليها كلمة، الله أكبر ما أشرق وما أروع نورها، هذه تقول، تلك تقول الله ما أعظم بركتها، كل واحدة تقول شيء. مريم حملتها وأجهشت في البكاء، قالت يا حسرتي عليها ما أقصر عمرها، شابة راح يقتلوها وهي شابة عمرها 18 سنة، ما أقصر عمرها. نعم، لذلك ما تنسى الزهراء، ما يمكن تنساها أبداً.